انا بدي طبعا احيي كل المشاهدين وخاصه كمان يلي عم يشاركونا عبر صفحه فيسبوك عالم صباح. هل انتم سرسبين على صحتكم او بتقطعوا الامور هيك مرور الكرام؟ انصاف علو صباح الخير، بامور بتنحل بكوب من الزهورات، هيدي عجبتني كثير، او دواء موجود ببيتنا كمان، واكيد اذا في شيء ما بينحل لازم نزور الطبيب. صباحه اكيد بدها حكيم، ما لازم ناخذ دواء من راسنا، واستشارة الطبيب هي مهمة جدا. هلا مش غلط يكون في طبيب عائلي على التليفون، ممكن الواحد يستشير وما يوصل لمراحل متقدمة من المرض. روان طفال بونجور، لا بالمرة حتى دواء مثل الخلق ما باخد إلا إذا وجع كثير كبير. لا بدكم شغلة أكيد، مش لازم ناخذ دواء من راسنا، حتى يعني أقل الأدوية البسيطة لازم أكيد استشارة الطبيب، وأكيد في عنا جهة طبية معينة فينا نلتجئ لها ونسألها أي سؤال إذا صار معنا شيء urgent، على أمل أنه دايما الإنسان يهتم بصحته، لأنه الصحة هي تاج على رأسنا لازم تكون، وهي بتحل كل الأمور. بتمنى عليكم أنه أبدا ما تهملوا هالموضوع، مش لحد السرساب والمرض. بدي أتشكر كل اللي تواصلوا معنا عبر صفحة فيسبوك عالم صباح، فيكم تتواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، وفيكم تتابعوا فقرات عالم الصباح وبرامج تلفزيون مستقبل futuretvnetwork.com. مع خلينا نحكي ومع تانيا، وموضوع أكيد بهمكم، أهم شيء بالحياة وخاصة المدراء، اسمعوني منيح، الله يرضى عليكم، المدراء المسؤولين والقادة والسياسيين وكل العالم اللي هن الليدر وهن عندهم صنع القرار، يسمعوا كمان، يسمعوا، مش بس نحن بنسمع لهم، يسمعوا لنا. أهم شيء تكون جود لسنر، مصغي ممتاز، هون أنت بتنجح وبتنجحنا معك. وخمس عناصر أكيد للذكاء العاطفي رح نحكي عنها كمان، بالإضافة لأنك تكون جود لسنر. في سيدة عاشت 130 سنة، 127 سنة، كانت أكبر معمرة فرنسوية، سألوها شو السر؟ قالت لهم بعطيكم سرين مش أكتر، يعني ما بعرف، يعني أخذت معها بعدين الأسرار الباقيين. قالت لهم كل يوم كنت أخذ لبن وخيار بالليل وأكل خس كتير ونوع واحد من الطعام خلال النهار. بس نحن مع ميزاتنا اللبنانية كيف بدنا ناكل نوع واحد من الطعام؟ تانيا صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. من هون بنقول اهميه البروبايوتيك، لانه اللبن فيه نوع من البروبايوتيك، كيف اذا اخذنا جرعات اضافيه جيده للمصاري بقى مهم انه يتاخذ طبعا خلال النهار. صحيح. كنا عم نحكي عن الاختلاف وتقبل الاخر، وطبعا انت من مواضيعك بيكون هذا الموضوع. مزبوط. وقديش بلبنان في عنا عيش مشترك، العيش المشترك هو نتيجه تقبل تقبل الاخر. مزبوط صح. وكان بالفقره كنت عم بصغي للفقره هلا كمان، كنتوا عم تحكوا عن هالنوع من الاختلاف اللي لازم يشمل كل انواع الاختلاف. نحن عم نحكي كل الاختلاف. صحيح. بالحياه قديش لازم نلتقي بعالم كثير بحياتنا، كل واحد عنده حاله معينه. مزبوط. ولكن مزبوط. ممكن نكون ضده، ممكن مزبوط. انه نقرب وجهه النظر. صحيح. ونلتقي معه على النص. صحيح. قديش انت بتعيشي الاختلاف؟ جدا. انا بلاقي الاختلاف هو اغنى شيء عنا، يعني الى جانب الصحه اللي عم تحكي عنها كثير مهمه، الصحه هي مزبوط تاج على راسنا. بعلاقاتنا البشريه اهم صفه هي انه مختلفين بالبشره، بالتقاليد، بالعادات، بالمأكل، بالمشرب، بالإيمان، بكل شيء. هاي الهدية الثانية اللي عنا إياها، على أمل، على شرط إنه نقدرها، ما نخاف من الاختلاف، عنا ميول نخاف من الاختلاف، ولكن إذا مننمي ذكائنا العاطفي جوزيف وهو شيء موجود عنا، نقدر ساعتها نشوف الاختلاف إنه غنى مش شيء ثاني. ولهالسبب رح بلش بالذكاء العاطفي اليوم أحكي عنه، اللي بيساعدنا لحل النزاعات، إنه إذا فينا ننمي ذكائنا العاطفي. وعلى فكرة للي بعد ما بيعرفوا، المطلوب صار اليوم أكثر من الاي كيو أو الذكاء، نسبة الذكاء الانتليجنس كويفيشنت، صار الاي كيو عم ينطلب بسوق العمل وبسوق وبالمهن المستقبلية. الايموشنال، يعني صح، ايموشنال انتليجنس أو الذكاء العاطفي، لأنه المطلوب صارت الأمور أكثر تعقيدا بالعمل وأكثر تطلبا للتطور السريع معه. فإذا ما بقى يكفي اليوم أنت تكون عندك نسبة ذكاء عالية، إذا عندك نسبة ذكاء عالية ونسبة emotional intelligence أو ذكاء عاطفي
سيئة عندك مشكلة لهالسبب. ما لازم بقى يعني ناخدها هيك بالمستهين القصة. يا ريت المدارس كمان بتشتغل أكثر على تنمية الذكاء العاطفي، لأنه النظام التربوي بعده علقان بالآي كيو، هو صار المتطلب أكثر، المطلوب أكثر بسوق العمل هو الإي كيو أو الإصغاء الجيد، هو من ضمن ذكاء العاطفي. طبعاً طبعاً تنمية الذكاء. أنا بعرف إنه حل يعني فيك تشكيل همومك هلا، هيدي شغلة كثير مهمة. بس قبل ما فوت على الإصغاء على السريع، الذكاء العاطفي هن خمسة اشياء بنميهم بحالي. إمكانية السيطرة على ستريس، حكينا فيها بحلقات سابقة. الوعي العاطفي، الوعي العاطفي يكون عندي مثل أنتينات غير مرئية بلقط، يعني بلقط عاطفيا شو عم بيصير بموقف ما. التواصل اللا شفهي، التواصل يلي مش عايز دايما كلام، يلي بيقدر يفهم اللغة الجسدية، بيقدر يفهم الصوت، بيقدر يفهم التصرف بلا ما يعوز كلام، هيدا أيضا من نوع من أنواع الذكاء العاطفي. التواصل اللعوب او المهضوم او الحلو او البناء، هذا الايجابي دائما بيساعدنا بالذكاء العاطفي. واكيد قدرات حل النزاعات بطرق بناءه وطرق جيده، يلي دائما بنحكي عنه بخلينا نحكي. اذا اللي بنحكي عنه بخلينا نحكي هو صلب الموضوع للايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي. للمشاهدين يضلوا يتابعونا، لانه بالفعل نحن اللي بنعطيه كل حلقه عشوي شوي، هو بنهاية الأمر تنمية لذكائنا العاطفي، لأنه نحن بحاجة ماسة لإله ككائنات اجتماعية. أما بالنسبة للإصغاء، خليني أقول شغلي جوزيف قبل ما أبدأ. بدرب كتير، بدرب بلبنان، بدرب بالدول العربية، أوقات بدرب حتى بالخارج، بالدول الأوروبية، وعم بكتشف شغلة كتير كبيرة خاصة للأسف بعالمنا العربي. الإصغاء عنا سيء جدا. نسبة الإصغاء الناشط عاطلة جدا. نحن لا نصغي، ما بنصغي، نحن بنسمع وبسمع انت وعم تحكي لحضر لك جوابي، وبسمع لحتى حضر لك الديفنس تبعي او الدفاع تبعي، لكون انا الربحان، ولكون انا الربحان. قليل ليل اكيد انتبه، من انا ضد الشمولية بالمطلق، اكيد ما عم بعمم، عم قول الحالة العامة السائدة. اكيد في افراد عندهم قدرات اصغاء رائعة، اكيد في ناس عم تشتغل على قدرات الاصغاء عندها، ولكن السائد اكثر يلي عم بكتشفه خاصة الجيل الشاب عم شوفوا فيها، الإصغاء الناشط شبه غائب، لأنه ما حدا نمّلن هالقدرات لما كانوا صغار. لا الأهل عندهم PhD بالتعليم هالأمور، ولا المدارس عندها وقت أو انتبهت يمكن أنه عم تنتبه أنه هيدا شيء ضروري، هيدا جزء من الإيموشن. تعرفي شغلي يعني ضروري، أنا هون بتوجه عن جد من القادة ومن أصحاب القرار ومن أصحاب المؤسسات ورؤساء مجلس الإدارة والأهل بالتحديد، الأب والأم والمعلمات بالمدرسة، ليكوا قد أنتوا كل واحد بدوره إذا بيصغي بتحلوا أمور كتيرة، ومن ربي أجيال صح على هالطريقة هيدا 100% جوزيف. ورح أقول شغلة كتير بسيطة بقول عادة، عنا دينتين فقط للإصغاء، وعنا تم للكلام وللطعام وللتنفس. طيب شو الرسالة أقولكم؟ إنه عنا دينتين وتم واحد، دينتين فقط عندهم دور واحد، والتم عنده ثلاث أدوار بس هو تم واحد، معناتها مطلوب نصغي أكثر لنجو في إكليب. ما هي معناتها نسمع دولبي سيستم، نسمع سراوند سيستم، معناتها نحن لنكون عم نتواصل بشكل إيجابي. أول شيء لازم نعمله، أكتر شيء لازم نعمله هو الإصغاء. يعني مرتين إصغاء مرة حكي، هالقد فرق، هالقد يكون في فرق دبل الكمية. تصغي أنت تانية جدا ونميتها، مع أنك بتحكي كتير. صح بصغي كتير، مع أنه بحكي كتير، ولكن لما بصغي بصغي بكل كياني ونميت هالقدرة فيه. الذكاء العاطفي اشتغلت عليه وعم نميه كل يوم، ما وصلت لمرحلة. بس الواحد مش يقصد يصغي، يحب يصغي. أنا بحب أصغي، بحب اسمع. لا حلو كتير، حلو كتير اللي عم تقوله، لأنه هو من انطلاق من محبة، من محبة الآخر، من محبة أنه بدي أبني جسر مع الآخر، بدي أبني علاقة مع الآخر. ساعتها طبيعياً بيرجع للإصغاء الناشط، طبيعياً ببطل قطش الآخر هو عم بيحكي، ببطل أعطيه وجهة نظري لما بيقول كلمة، بصير بنطر ليخلص، بنطر بنطر، ما بيصير شيء إذا نطرت. لما الواحد بيقول كل يلي عنده بصير مستعد يسمع لي، إذا بعد ما خلص كل اللي عنده أنا عم بقطشه ولا بوارد. بس أنا مع شغلي أنا بصغي كتير، ولكن في أوقات بعض الأشخاص هني وعم بيخبروك الخبرية هي ذاتها بعشرة تورنيج دفراز، يعني بيقلبوا الجملة بشي عشر طرق. أقولك ليش؟ أنا مع أنه أوقات أنه بطريقة ما نقطش لنقدر صح نعطي رأينا. بتعرف كيف فيك هيدا الشخص أولى؟ قبل ما نقول كيف فينا نوقفه، بس هيدا الشخص أولك ليه عم بيعيد نفس القصة بكذا؟ هل قد قلمته يعني؟ هل قد قلمته؟ هل قد بده ينفهم؟ هل قد بده
بده ينفهم ومفكر انه بهي الطريقه بينفهم. انا اذا بدي برهن له انه فهمته وهي وحده من تقنيات الاصغاء الناشط، بدي اعد له اللي سمعته. هيدا الشخص اذا بقول له اذا عفوا على المقاطعه بس اذا سمعتك مزبوط انت قلت كذا 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 عليكي. كذا اذا بعد له يلي انا سمعته برهن له انه عن جد سمعته. هيدا الانسان بحاجه لانه ينفهم. لما بقول له اني فهمت شو قصدك او سمعت شو قلت خليني اقول لك شو فهمت قصدك، بريح الانسان. جوزيف مثل السحر بتصير الامور. لنكون مصغين ناشطين اول شيء ما نقاطع، ثاني شيء نسمع للاخر وناكد انه فهمنا وجهه النظر. ياما اوقات بنكون مش فهمانين وجهه النظر وبنفوت دغري بالعرض. بدي افهم وجهه نظره، بدي انطلق من مفهوم انت حكيته بشكل غير مباشر وانا قلت لك مباشره عليه، من مفهوم المحبه. شو يعني مفهوم المحبه؟ مفهوم المحبه للاخر معناتها مش الانسان الاخر مش خلقه جاي يستفزني ومش خلقه جاي يضرني، مش مزبوط، مش خلقه معصب، في اسباب لكلها. واذا منطلقه من كلها وبسمع اكثر لفتش على السبب. صحيح. بعمل له ريفلكشن، بقول له انه بعتقد صغيت سمعت لك قلت كذا كذا، بحفزه هو وعم بيحكي على الاستمرار بالحكي او على قول كل ما عنده يقوله. اوقات بعطي تمارين جوزيف للمجموعات اللي بدربها، مطلوب من حدا يحكي قصه واللي قدامه يسكت 3 دقائق يسمع له. بتعرف انه في اشخاص عندهم مشكله يسكتوا 3 دقائق ويسمعوا؟ اكيد 3 دقائق يلي هي ماشي، بس قد ما معودين على المقاطعه وعلى ابداء الراي وعلى انه ايه 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 فهمت شو قصدك وعلى ايه بس انا مدري شو، هيدول الفيروسز قد ما معودين عليهم بطلنا نصغي. بتعرفي هلا اذا بتفتح اتصالات هلا اذا بتفتح للعالم يتصلوا تقولي انا ما رح احكي بس رح اسمع لكم، بتعرفي قد بيجي عالم ممكن صحيح. تشكي همومها بس يمكن بلا ما تعرف عن نفسها 100%. العالم كله عبالها تحكي وتفضفض وتقول شغله مهمه بالنسبه للمحبه. الواحد يصغي بمحبه اصلا ببين اذا عم يصغي بمحبه صحيح، لانه البادي لانجوج او الجريماس تبع الوجه الاكسبرشن هي بتبين اذا انت عم تصغي ومتلقي جيد صح. او متلقي فيك يعني صح. مش صحيح مش يعني في انا اكون 100% اللي عم تقوله صح، يعني انا في يكون تركتك تحكي للاخر بس انا قدامك عم بعمل هيك مبين من شكلي انه مش طايقتك ورح ارجع اكرر مش عم تستوعبيني ما حاب ساعتها اكيد رح ترجع تكرر صح. فبالتالي ضروري مثلا مش غلط نقول بدي افهم شو اللي صاير معك، شو اللي خليك معصب، عبالي افهم بليز فسر لي. هول الكلمات بحفزوا الاخر انه يحكي، ولما بطلب من الاخر يفسر لي بدي اسكت واسمع له وشيل افكاري المسبقه. طيب فينا نعيد بعد عندنا دقيقه بسرعه شو هن الخمس نقاط للذكاء العاطفي؟ للذكاء العاطفي اولا القدرة على السيطرة على الستريس والتعصيب بسرعة نعم. وهي قدرة عم نحكي عنها وفينا نسيطر عليها. الوعي العاطفي اقدر افهم ويكون عندي انتينات بتلقط المشاعر اللي انت قاطع فيها باللي عم تحكي وبتلقط مشاعري انا اللي عم بيقطع فيي انت وعم تحكي نعم. هيدا الوعي العاطفي. التواصل اللاشفهي افهم لغه الجسد بادي لانجويج التواصل البلايفل اللعوب المهضوم المحب يعني التواصل الايجابي اذا بدك اقراك اكثر كمان يعني من خلال والتواصل يعني بمعنى اخر المنطلق من محبه للاخر ونهايه واخر conflict. عامل الكونفليكت ريزولوشن او القدره على حل النزاعات بشكل بناء. هلا حكينا عنها كثير بخلينا دائما بنحكي عنها وخلينا نعمل حلقه عن كل وحده صحيح ما بيبرقوا لا اكيد ودائما عم نعمل حلقات بهالاطار. ثانك يو ثانك يو لك. بريك ومنرجع ما تروحوا لمطرح، خليكن معنا لأنه مكملين عالم الصباح ورح ننتقل لنكمل وصفتنا الصحية لأنه اليوم الصحة بالدرجة الأولى والإصغاء بالدرجة الثانية شو كمان والاختلاف كمان مهم بحياتنا لتقبل وتقريب وجهة النظر، خليكن معنا.